مباراة المنتخب المصري ونضيره الانغولي في تصفيات افريقيا لكأس العالم في الجولة الخامسة. نرجو منكم لا تنسوا الضغط بالزر لايك والاشتراك بالقناة، وشكرا لكم. ملعب المستضعف لهذه المباراة القوية اليوم بين مصر وانغولا، ملعب 11 نوفمبر. المنتخب الانغولي المستضعف اليوم نظيره المنتخب المصري في مباراة قوية. توقيت هذه المباراة سوف يكون في الساعة 9 بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 8 بكل ما توقيت المغرب والجزائر وتونس. القناة والنقل هذه المباراة اون تايم سبورت واحد، وايضا قناة SS سبورت السعودية، وايضا في يوتيوب شانل الناقل الحصري لهذه المباراة القوية اليوم. نتمنى لكم فرجة ممتعة، ولا تنسوا من فضلكم لايك والاشتراك بالقناة، وايضا تفعيل خاصية الجرس لكي يصلكم دائما مواعيد وتفاصيل المباريات القوية والمقبلة. وشكرا لكم، ونضرب لكم موعد في المواعيد المقبلة.